انفرد الفيصلي بصدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم بفوزه الصعب على الصريح وبهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على استاد الحسن في إربد ضمن مباريات الأسبوع 19 من هذه المسابقة. وافتتح المحترف إيمانويل التسجيل لصالح الصريح قبل أن يدرك إبراهيم الزواهر التعادل عند نهاية الشوط الأول. وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء سجل اللاعب بهاء عبد الرحمن هدف الفوز الثمين مستغلا الدربكة التي حدثت في منطقة الجزاء. هذا الفوز رفع رصيد الفيصلي إلى 39 نقطة وحيدا في صدارة الترتيب. مرة من الجميع وسجل في مرمى معتز ياسين هدف للصريح إيمانويل وفرحة جمهور الصريح. وصلت بعثة فريق الوحدات إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل الاستعداد لمواجهة النجمة يوم الاثنين المقبل بمدينة صيدا في خامس مواجهات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم. ويسعى الوحدات للعودة بنتيجة الفوز من أجل المحافظة على صدارة المجموعة التي يحتلها برصيد 8 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن المحرق البحريني. ويحل صحم العماني ثالثا وبحوزته 4 نقاط أخيرا النجمة ب3 نقاط. وكان فريق الوحدات قد حقق الفوز على النجمة اللبناني ذهابا في عمان بهدف وحيد سجله منذر أبو عمارة. هذا ويغيب عن الوحدات بسبب الإصابة كل من محمد مصطفى وعمر قنديل والمحترف الفلسطيني أحمد ماهر. توج العداء محمد المحيسن بلقب النسخة 23 لسباق ألتراماراثون البحر الميت والذي أقامته الجمعية الأردنية بحضور سمو الأميرة دانا فراس. وحقق المحيسن المركز الأول بعد أن اجتاز السباق بزمن قدره 3 ساعات و5 دقائق و31 ثانية. وتوجت العداء السودانية هانويا حسب الله بلقب ألتراماراثون السيدات بزمن قدره 3 ساعات و50 دقيقة و31 ثانية. وعند نهاية السباق قامت الأميرة دانا فراس ورئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة بتتويج الفائزين في مختلف فئات السباق بالميداليات والكؤوس. احنا منحب انه نركز الضوء على كل الشغلات اللي بتغني بلدنا، إن كانت هاي المشاركة الواسعة اللي بتشوفها من جميع فئات المجتمع، إن كانت نعمة الأمن والأمان اللي بتسمح لنا إنه نعمل هيك فعالية في مكان واسع مثل هذا ومكان عام وبمشاركة الجميع، وإن كان وجودنا في هذه المنطقة فعلا أخفض بقعة في العالم ومنطقة أثرية وتاريخية هامة، فكل هذه الأمور بتثري هذه الفعالية وبتغنيها. إحنا غبنا عنكم السنة الماضية بال2016 عشان نحاول نطلع لكم نسخة زي ما أنتم شفتوا تكون منظمة على أعلى مستوى ونكون بلقب يعني يكون بتنظيم يليق بهذا اللقب، والحمد لله نجاح كبير ومنهدي لكل لسمو الأمير فراس بن رعد اللي غاب عنا اليوم وحضرت عنه سمو الأميرة دانا فراس، ولكل الأبطال الأردنيين حقيقة رفعوا راسنا وكان سباق ناجح وبشكر كل المتطوعين والجهات الأمنية. انتزع فريق ميلان واحدة من أهم وأغلى النقاط في الموسم الحالي بتعادله المثير بهدفين لكل فريق مع غريمه التقليدي إنتر ميلانو في لقاء الديربي الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإيطالي. وكان ميلان متأخرا في الشوط الأول بهدفين دون رد قبل أن يتمكن من إحراز التعادل في الوقت القاتل من اللقاء. وبهذا التعادل رفع ميلان رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس متقدما بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز السابع. تمكن فريق بنفيكا من المحافظة على تصدره للدوري البرتغالي بعد تحقيقه الفوز على مارتيميو ب3 أهداف دون رد. التفاصيل في التقرير التالي. استطاع فريق بنفيكا تحقيق فوز كبير على ضيفه مارتييمو وبثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب النور ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري البرتغالي. أهداف بنفيكا افتتحت في الدقيقة 34 عبر اللاعب لويس مارتينيزا بالخطأ في مرمى فريقه. بعد هذا الهدف بدقيقة واحدة فقط عزز اللاعب جوناس أوليفيرا حين سدد كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.
نفس اللاعب أنهى أهداف اللقاء قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول حين استغل كرة مرتدة من حارس المرمى لم يتهاون في وضعها بالشباك. وبهذا الفوز ارتفع رصيد بنفيكا ل 71 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد مارتييمو عند 44 نقطة في المركز السادس.